ناس خلوني بحالي وحدي ومرتاح بالي في هيك وفي هيك يا بهيك بيحلالي لهات مرتاح ولا غيره احسن كيف ما كنت كوني كيف ما بدي كون لهو مرتاح ولا انا احسن كيف ما كنت كوني كيف ما بدي كأنه في قديم الزمان كانت هناك مدينة كبيرة في بلاد بعيدة. عاش أهلها بعكس ما توصلت إليه أخلاق وقوانين البشر، فكان لأهل تلك المدينة طباع وقوانين غريبة عجيبة تشيب لأخبارها رؤوس الولدان وتعجز عن تفسير أحوالها علوم الزمان. فقد كان الشرف محرما وممنوعا، ويعتبر من الخصال المنكرة، وفعل الخير من الأعمال التي يعاقب عليه القانون. أنا هون يا سيدي لأنه طلع عندي فائض بخط إنتاج المعمل بآخر السنة، بس صدقني ما كان قصدي ننتج هالكمية. حرام، ليش لحتى ننتج هالكمية؟ لك شو هالمصيبة اللي اجتني؟ أنا طول عمري مستتر ومتهاون، يطلع عندي فائض بخط الإنتاج ولي على هالبلوى؟ هي شي بيحط العقل بالكب يا سيدي. أنا بريء بريء، صدقني كنت مستتر طول عمري مستتر. أنا كنت مستتر يا سيدي، مظلوم، أنا مستتر. خلاص ولك خلاص، عامل لي حالك مهمل. والله لندمك على هالحرص الزايد. والله انا بورجيك. وانت ولا شو قصتك؟ انا هون لانه البضاعه اللي جايتني على البلد تهريب، بس المدير الجديد اللي انا عينته راح وجمرك البضاعه من تحت لتحت من دون ما اعرف. الله وكيلك، الله وكيلك، كل بضاعتي انا تهريب. عمري ما كنت نظامي، كل بضاعتي تهريب. بس أنا بعرف مين اللي وراه، أنا بعرف مين اللي وراه. أنا مظلوم يا بيك،
أنا مظلوم؟ إخراس إخراس، بدك تعمل لي فيها مهرب؟ لا والله ما بتعرفوا شيء اسمه قلة ضمير. لا والله. أنت يا مهذب شو قصتك أنت التاني؟ يا سيدي أنا لحام أباً عن جد، الله وكيلك، بغير من اللحمة المغشوشة ما بنشتغل بنوب. بحياتها اللحمة التازة الظريفة ما فاتت لعنا على المحل. شو في شقط، شو في جراميط، شو في أحشاء، كلها بحطها بقلب اللحمة. وعلى عينك يا تاجر يا سيدي، الله وكيلك على عينك يا تاجر. بس بدنا نساوي يا سيدي، هذا واحد ابن حلال جاب لي شوية لحمة ظريفة وحط لي اياها بالمستودع من شعري بليني يا سيدي، الله وكيلك من شعري بليني. لك يا سيدي انا بحياتها قطمت لحمة ظريفة ما فاتت لعندي المحل. بس بدك تساوي يا سيدي، هدول اولاد الحلال ما خلوا لاولاد الحرام شيء. الله وكيلك انا بريء يا سيدي، بريء يا سيدي، بريء يا سيدي. شي حلو هلا هون عندي، صرت عامل لي فيها غشاش وابن حرام. لك تبيح عليكم. لك أب سمين شبك والله شغلت لي بالي، ليش عم تبكي؟ أخ يا عاصم، أخ الله وكيلك عم ببكي على حالي. لك ليش عم تبكي على حالك يا أب سمير؟ أمورك ما في منها، ليكك موظف قد الدنيا، عم تحتال على العالم وتنصب وتختلس. إي والله ما بتصح لمين ما كان هاي. الله وكيلك، الله وكيلك، صلي أسبوع ما ارتشيت، قسماً بالله العظيم. أسبوع ما ارتشيت؟ لسه مبارح قدام عيني مرتشي رشوة مرتبة يا أب سمير. مزبوط مزبوط، أنا ما بكذب، والله ما بكذب، مزبوط ارتشيت. بس يعني والله ما عاد وفيت معنا، يعني حلوة واحد يعني بعد هالعمر مثل حكايتي يطلع بعد الدوام وينصب على العالم، والله ما حلوة. طول بالك أب سمير، معليش الشغل مو عيب، وإذا عم تنصب يعني والله اللي بيسمعك فكرك عم تشتغل بالحلال. ليتني أنا هاي بعد الدوام بطلع من هون دغري على القهوة بلعب لي شوي تقمة، وبالليل بكملها سرقة. منيح هالسرقة. إيه عاصم، يعني أعذبني وأخذني، لا تأخذني إن شاء الله. يعني شو عم تسرق هالأيام؟ اللي بيبعته الله، يعني الأسبوع الماضي كنت عم أسرق موبايلات. لكن شو بدك بالسرقة يا ابن الناس؟ شو بدك بالسرقة؟ الله يرضى عليك، الله وكيلك بتهتري على بكير، بكرة بتعجز وبتموت لك يا عاصم يا حبيبي. يعني ما بتلحق بعدين بواط رياضة وأنت رايح جاي رايح جاي، والله بينكسر ظهرك. أخي اشتغل بالنصب، اشتغل بالنصب، بتشغل مخك زرار وكذا ورزق مرتبة، تعلم أولادك بعدين. لا 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 أخي، كل واحد يشتغل على قده. أنا مالي قد النصب، خليني على السرعة أخي. كأني سامع رنة موبايلي. مو طالعة من جيبتك هديك لك عصير؟ إيه، هذا موبايلك مبارح سرقت لك إياه نحن وعم ندردش، حلو الموبايل. يا سيدي، حرام عليك، مبروك، كم لك سرقته بعرق جبينك، الله يبارك لك. إيه، هو صار إلك ها، بس يعني أنا كوني كشفته فصار إلي، يعني 50-50، نص إلك ونص إلي، يعني أنا كوني كشفته، فيعني صار النص تبعك إلي والنص تبعي إلك، فشو قلت؟ يا بتبيع يا بتشتري، شو؟ أب سمير أنا مخي ما بجمع بالنصب. أخي قل لي قديش بدك نص حقه لحتى أعطيه. أخي هذا حقه 400 أخضر صراحة، يعني بس كونك يعني أنت يعني صار إلك فيعني فيك توصل حقه 200، أنا 200 وأنت 200 400، هو قديش حقه 400 أخضر، فأنت يعني كونه متقاسم بالنص فبتاخذ 100، أنا 300 وأنت 200، قديش صار بدي منك 500، أعطينا 500 والله يبارك لك فيه. 500 هي 500. الله وكيلك مثل ما عمل لك. لا يلا شو هالحكي تفي من بقك، يا لطيف يا لطيف يا لطيف، كش برا وبعيد يا لطيف على هالسمعة، قال عنا شرفة بالبلد. يو يي هدول ناويين يخربوا بيتنا. هذا الحكي مو من عندي، هذا الحكي حكي جوزي، هدول اللي ما بيتسموا أعوذ بالله منهم الشرفة، عم يكتروا كتير بالبلد. يا لطيف يا لطيف، الله يجيرنا منهم بجاه النبي، يخرب بيتهم. لك هدول لا بيخافوا الله ولا بيعرفوه، وما بيعرفوا ياكلوا لا الأخضر ولا اليابس ولا استرليني كمان. قلتك قطيعة تقطعهم وين ما كانوا يكونوا، لك يخرب بيتهم، شو ناويين ينتفريشنا؟ أم عبدو، هذا الجاكيت اللي لابستي انتي عندي مثله خنطق منطق. يو يبعت لك حمى شحوبة، لك هذا هو جاكيتك بذاته، مبارح تقبريني بعت ابني سرق لي من على سطحكم، يقبر قلبي شو ايده خفيفة وفلهوي طالع لأبوه. يو شو هالحكي؟ ايه صحتين وهنا، بس مو لساته صغير، حرام يشتغل من هلا. لا تقبريني مو حرام، خليه يتعلم المصلحه على صغر، حاكم هالحياه صعب كتير، والمصلحه بايد الشاب. ثروه
اي والله معك حق، انا اولادي ما شاء الله اللهم صلي على النبي كلهم اشتغلوا وتعلموا صنعه على بكير، ما احلاهم. هلا مثلا يعني ابني الكبير طلع مرتشي كبير مثل ابوه، ولا الوسطاني عم يتدرب عند نصاب كبير. برافو عليكي في الهويه. والصغير تقبريني؟ هلا الصغير يقبر يا قلبي، بده يتعلم جامعه، فطلع له فرع نصب اقتصاد. بالله طلع له هيك اختصاص؟ ليش قد ايه جمع؟ يو معقول عم تسألي؟ ايه ابني اشطر واحد بالنقل. لك شو صايرك اليوم؟ كأنه ما عم تغش. مين قال لك ما عم غش؟ لك اغش كثير. عم غش؟ ارفع 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 ايدك انت عم تغش، ارفع ايدك فرجيني. ما عم تغش ما عم تغش ما عم تغش. والله العظيم عم غش. اجا ما بتغش انا ببطل. وانا كمان ببطل. هيك وهيقص، شوفوا بعينك وهيقص وهيقص وهيقص. بلا بلا عم يغش. برافو عليك عم يغش. حتى هي موبايلك سرقت لك يا حرام عليك. هلا ايمونا من الله شفت انكم تشوفوا هذاك اليوم شيء بيشعل البدن. شو شفت؟ ايه شو شفت؟ مهند جارنا بالبناية عرفته؟ مهند؟ لا والله ما عرفته. لك اللي نصبت عليه 30,000 السنة الماضية شو صرفه ونسيته؟ ايه هذا النحيف الطويل الاصلع، هذا سرقت له البسكليت الاسبوع الماضي 3 مرات وما انتبه. لك لا 4 مرات سرق. هيك الموبايل 3 ولا 4 كل مرة بدي اسرقه. ايه تذكرته. شو بو مهند؟ طلع شريف الاستاذ. عم يشتغل على الهسي الهسي ومن تحت لتحت عم يحارب الفساد والاحتيال والنصب. لك حتى اللصوصية قوتنا اليوم عم يحاربوا الكلب تفيه. شو عم تحكي انت؟ شو عم تحكي؟ هذا عم يهدم ركائز المجتمع يا ولد. هذا كلام خطير. انت عم تحكي مزبوط ولا عم تكذب؟ الله وكيلك مثل ما عم اقول لك، شفته بعيني. هي هنن عم يشحطوه. حتى سالته للرقيب شو القصه، عم حكى لي القصه من طقطق لسلام عليكم. قال لي هذا الموضوع بيناتنا سر لانه التحقيق جاري لساته. سر يا زلمه؟ عم تحكي بالسر؟ شو قاعد بين شرفاء واولادين حلال؟ نحن كلياتنا سرسريه. ليك هون انت شو؟ نصاب وحرامي وسرسري. مو هلا سرقت الموبايلين؟ بلا انا اللي سرقت. حرامي احكي يا زلمه، شغلتنا بقصتك ونسيتنا اللعبه. رجيني شوف قديش صارت النتيجه. والله انا اكلها مزبوط مزبوط هون. مشان الله لا تواخذوني على المفرده، ما بعرف كيف طلعت معي. المهم سالت الرقيب وحكى لي القصه مثل ما قلت لكم من طقطق لسلام عليكم. قال شكلوا له هيئه للتحقيق بالشرف المهني. شو حكم هيئه؟ اقل شيء اعدام. نايل بريع علي والله. شو فكر الدنيا سايبه منيح لا اقول لك. الحمد لله الحمد لله. كم مره قلت لك انا بشرب الشاي سكر وخبيث؟ كم مره؟ احلى كاس شاي ساده. قوام ورحمه شرفكم جاوبوني. نحن شو بلا احتيال ولا شيء، بلا نصر ولا شيء، بلا فساد ولا شيء، بلا سرقات ولا شيء، بلا رشاوي ولا شيء، بلا طقطقه براغي ولا شيء، بلا نم ولا شيء، بلا حكي بالقفا ولا شيء، بلا وساخه ولا شيء، بلا اكل حقول العالم ولا شيء. بترجاك يا اخ يعني ما تاخذني، يعني انا هاي المعامله مضطر وقع لك اياها بدون رشوه، مع انه غصب عني فوق طاقتي، عندي اسبابي الخاصه. يا افندي ممكن تقلي شو هي الاسباب اللي خلتك تشكك بحفاظي على مبادئ الفساد والنصب؟ ممكن تشرح لي؟ الحقيقه انا عم بعمل دوره لصوصيه بالمعهد الدولي للصوصيه، دوره خاصه، والاستاذ بالدوره فرض علي خفف الرشوه. قال شو؟ لازم خفف الرشوه مشان تتحفز عندي الدوافع الكامنه للسرقه واللصوصيه. مشان هيك بدك ما تاخذني، انا مضطر ما اخذ منك الرشوه. الفحص عندي بعد كم يوم. عندك لا حدا يتحرك، الكل يثبت بمكانه. كمشتك بالجرم المشهود عري فتحي. حاضر سيدي. شحط لي يا شحط. تعال تعال. والله يا سيدي مريض، والله عم بعمل دورة باللصوصية والله. خلص هاي حجج قديمة واهية، بكرة احكي الحكي قدام المحكمة الاقتصادية يا بطل. اقتصادية؟ لك عامل لي شريف كمان، مفكرين الشغلة لعبة؟ اي والله رتخ بالحبوس، خذوه. لا لا عمتي اقتصادية. يعطيكم العافية. يسلموا. الكل يرجع على شغله. وما هي إلا أسابيع قليلة
إلا وانتشر الشرف بين العباد وعمت الفوضى في البلاد، فتدنت الأسعار حتى أصبح العدس بثمانية والرز بتسعة والبطاطا بثلاثة ولتر المازوت بخمسة وجرة الغاز بأربعين والسكر بعشرة والسمك بثلاثين والبيض بسبعة والفروج بعشرين ولحم الضان بأربعين والقهوة بسبعة عشر والشاي باثني عشر والحذاء بستين والجاكيت الجلد بسبعين وحليب الأطفال بقرشين والحفاضات ببلاش والوحدات بقرشين والخط ببلاش وبيت السكن بعشرين ألفا والقبر ببلاش والناس في هم وغم وتعب بال والله على ما أقول. تفضل يا أخ العرب. مرحبا عمي. أهلا. كيف صحتك؟ الحمد لله. أنا الحقيقة جارك هوني وبيي الله يرحمه كان موصيني عليك، لأنه بيو اللي هو جدي وجد جده لجدي كان موصينا أنه نظل نطل عليك. بارك الله فيكم يا ولدي. المرحوم بيي قال لي أنك فت على هالغرفة من شي كم قرن، يعني من 200-300 سنة، وعساس بدك تكتب كتاب عن المستقبل مدري شو. يا زلمة معقول بعدك ما خلصتوش؟ بقي لي فصل وباب وأنتهي بإذن الله. إيه لكن بك تعجل لي شوي، يعني بك تخف إيدك لأنه محسوبك موظف بالبلدية، وحاب خبرك إنه البيت عليه ضرائب من 200-300 سنة متراكمين، يعني مشان هيك بدك تعجل لأنه راح يبيعوا البيت بالمزاد العلني. ها ماذا تقول؟ أرجوك أيها السيد، كيف سأخرج من هذه الورطة؟ فلا مال لدي. بسيطة، أنا بخليهم يغضوا نظر عنك، بس لمعلوماتك يعني شغلي بتكلف شوي، يعني هو بصراحة قد ما كلفت مش راح تكلف قد الضرائب اللي راح يطلعوا عليك. بقى شو قلت؟ تقصد أنك تريد رشوة؟ ولك يا خي سميها شو ما بدك تسميها. ألا تخاف من الشرفاء الذين انتشروا في كل مكان؟ ولك شو عم تحكي انت يا زلمة؟ ولك الأمور تغيرت كثير كثير، ولك طلع لي برا شرفاء. منين له يا شرف؟ يلا يلا فكر ورد لي خبر خاطرك. يا رب يا رب، كلما قلنا ذهب الفساد، هذا الزمان به بين العباد، أما من محنة تحل بالفاسدين وتقطع جذورهم من البلاد. يا رب يا رب. ماسك على الأول فيها، بس أنت من قريب ببين معك أنه أنا نايم.
أنا مالي نايم. لا نايم. نايم معناتها نايم. والله نايم. شو ماما؟ عم تدرس؟ هلا أنا عم بدرس؟ مو شايفتيني عم بلعب شدينا ورفاتي؟ وعالبال بعدك يا سهل حوران، شو رايك؟ لا والله راجية. لا رايح. مرحبا. أهلين. يعطيك العافية. الله يعافيك. قديش حق علبه حليب الوحده بالله؟ 100 ورقه. 100. اعطينا علبه وحده بالله. علبه وحده؟ لا اعطيني صندوق وكمل لي الباقي. علبه وحده قلت لك، علبه ب 100 ليره كمل بدك تعطيني؟ علبه وحده وبس. اسمع ولا بياس خلاقي واصله راس بنخيري، ترجع ما برجع، هدول 1000 زر مو لعبه، خلص مثل ما عم بقول لك بتساوي. حليب من وشي يلا لشوف. شو عم تحكي كنت على التليفون؟ لا والله ما كنت عم بحكي على التليفون. كنت بدي اشرب شاي بعد شوي، بعدين طلعت هيك قال عم يضربوهم بالنطاق بالنبك، قمت لحالي بلا قالت لي قوم وين قاعد قدام الفاصوليا. مرحبا حبيبي. بتقول لبابا وماما صباح الخير اول ما تفيق من نومك؟ لا ببزه بنص وشهم وبمسح فيهم الاراضي. ولا يهمك. يا ابو متور الهندا والهندا عيني يا يما والهندا عيني يا يما والهندا عيني يا يما. شو ابن عمي جيب؟ لا لسه بدي شي نص ساعه لحتى اجي، بس اجي بعمل لك مسج كول. السمك كان اطيب من هلا قبل عمي. لا اجيت. حبيبتي بتحبي البابا والماما يا حلوه؟ معقوله احبهم؟ لا ما بحبهم وما بطيقهم. بحب معلمتي واستاذ المدرسه والجيران وبحبك انت كمان. معقول حدا ما يحب اهله؟ شو عم تاكل؟ لا ما عم باكل، عم ساوي خلطه. هاي الخلطه مشان بدي تطير الصاروخ كل يوم بده يطلع. مو على اساس معتز اخذ اختي؟ بلا معتز اخذ اختي. فاضي؟ لك شوفت عينك السيارة ملانة وعندي طلبات كتير، 3 طلبات عم بتلنوني. لك هلا وقفت لك؟ لك اطلع عم بطلع. زغفيت اللي ايه؟ عم تبكي؟ شو؟ لك ما عم تبكي ما عم تبكي تبكيني حلي عني. لك انا مش اخلاء بس انت ما بيسوتني مش عارك انت لك راح تجنني. لا عم موتيني والله، لا عم موتيني والله، لا عم موتيني. وعم بتعيط؟ لا عم عيط انا بعيط. لك انت بتعيط انا شكسبير. والله العظيم ما بعرف شو بدي اعمل، بتحرك ولا اكيد. يعني انتو عيلة غير الله ما بيعلم فيها.
لك هي صار الصبي الله يخلي لكم اياه يا رب عمر 10 سنين وخمسة شهور لك الله والبركه 10 سنين وخمسة شهور ما اختلفنا لك وانا خالته يعني اكثر حدا بالدنيا بسمعكم عم تنابله لسه يا شكسبير تعال يا شكسبير روح لك والله ما بعرف لك شو خطر لكم في حدا بسمي ابنه شكسبير ايه شكسبير مو عاجبك شكسبير يقبر قلبي هو الاسم ما احلى ويقبر قلبي ابوه هو هيك بده لانه كثير بحب المسرح لك حبيبتي ما اختلف بعدين بعيد الشر عن قلبي بس يعني انا كل ما بسمع حدا عم ينادي لك يا ام شكسبير هيك بنقمت قلبي ما بعرف شو بصير لي ايه لا ينقمت قلبك حبيبتي ولا شيء يلا حقيني بالكاسات حقيني بدي اقول لك يعني الله يعينك يا ارن اختي يمكن ما حدا غيرك بالشام اسمه شكسبير شكسبير يا شكسبير شو بقول ليش ما عم برد علي شو زعلان مني يعني بكره في مسرحيه بالمسرح المركزي تبع المدارس وشكسبير جاي على باله يروح عليها بس خايف يقول لك تقوم تزعل منه مثل العاده حبيبي الله يوفقك خليه يروح هالمره هو علينا رجعنا لنفس القصه لك يا حبيبتي يا روحي يلي عملموني يا بالمدارس مو مسرح لكن شو هاد ما بعرف فيك تسميه كل شيء الا المسرح والله خايف على زائقته الفنية للولد والله شكسبير شكسبير يا الله بابا لقد ناديت لك قبل قليل هل أصابك مكروه قل يا بني قل حبيبي طلع فيني شبك مرضان شي لا ماما بس مو جاي على بالي أكل والله يبدو أن هناك بعض الحرارة بابا ما هي المسرحية التي ستذهب إليها غدا في المدرسة؟ بكرة يوم الطفل رح ياخذونا نشوف مسرحية لفرقة المسرح المدرسي الله خربته وما عاد عرف يحكي عد لي اياها بابا خلاص احكي يا عمي شو بكرة يوم الطفل رح ياخذونا نشوف مسرحية لفرقة المسرح المدرسي صحيح يا بني انا لا اريدك ان تتفرج الا على المسرح اللي على اصوله ولكن ماذا سنفعل يا بني ما اكثر المسرح السيء والبائس ولكن بئس الحجة اذهب اذهب يا بني وتفرج على المسرح السيء لكي تختار فيما بعد وتعرف أن تقارن بين المسرح الجيد والمسرح السيء شو بدنا نعمل؟ لما هتزعل مني بابا؟ أبداً يا بابا أبداً أبداً لن أزعل منك تعال أعطيني بوسي لك روح الله يوفقك روح الله يجيرنا جيدة ولكنها تحتاج قليلا من السكر لو سمحتي حيرتني ها حيرتني عفوا بدي رن الابرتون انزلي لشوف انزلي انت وياها بكرفتي اوام ولا حرف ما بدي اسمع منك ولا كلمة ها هذا احتفال كبير اوام انت نبين انت وياها الاخرى زين اوعك يلا وين رايح انت ضايع بالعجقه يلا يلا اوام الطداش كمان ان شاء الله ما بتبلي مثل الفرنسيسه يلا اوام وين عم تطلع يلا يلا انزلي لشوف نحتفل حكي ضحكتك شبرين ورا ادانك بدي اياها يلا الحارك استعجل ليش اوعيك وسخه يلا يلا اوام لك شبكي انت يلا اوام ماسك له ايده يلا يلا الله يرد عليك اوام الله الله يجيرك ويحميك اوام اوام في حدا يلا سكت ولا عارفه شو يا ولد شو استاذ نضال مطولين الاولاد ضاجوا شبكي شو صار لك انت من امتى كانت بصلتك محروقه رح نبلش الاحتفال بس ناطرين المدراء والساده ومناء المجالس معقوله لكان الاحتفال لمين لهدول المقاطيع كانت المديره تاخروا بس هذول كانهم مصلم 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 هذا ولكن هذول هم هذول هم روح روح مكانه اسمع ولا عجي انت ويا عجي انت ولا اقعد ولا اقعد ولا بديش اسمع ولا صوت ولا نفس ها وسع بس ادخل الوفد بديش طراطير ودي صفقة توصل للغيم فهمتوا؟ بس يا أمي
يروج الدوار المسرح وتنتزع الفرحة في قلوب الأطفال. إننا نحتفل اليوم بعيد الطفل، ليكون هذا الاحتفال تعبيراً عن مدى الاهتمام الذي تلقاه الطفولة في مجتمعنا وبين شرائح شعبنا الذي قدم وما زال يقدم التضحيات ويسفك دمه في سبيل الدفاع عن الوطن. بس يا أمير، وقبل بدء الاحتفال أتوجه بالشكر الجزيل العميق الكبير إلى السيد مسؤول الطفولة المركزي ليلقي كلمته مشكوراً. أيها الإخوة، يا جماهير هذا البلد الأبي، يا جماهير شعبنا الطيب، أيها الأطفال البررة، براعم المستقبل، أمهات الغد وقادة هذا الوطن الذي يأمل أن تذهبوا به إلى أقصى درجات المجد والسدد. هذا العدو الذي يواجهنا في كل لحظة، هذا يجب أن نقاومه ونقاتله وأن نفعل المعجزات. فإنما نستمد قوتنا من ثقتنا بأطفالنا، بأناسنا، بأبناء وطننا، بأمتنا، بكل هؤلاء نستطيع أن نفعل كل شيء. أنتم من يعتمد عليكم هذا الوطن، وأنتم الذين ستدافعون عنه. إنكم أنتم أبناء، لا أستطيع إلا أن أهنئكم بعيد الطفولة. إنه عيد يفرح به كل أبناء الوطن وكل الناس وكل المسؤولين هنا. ألو؟ أيوة؟ إيه نعم، أنا أبو شهاد؟ والله إذا صار له شيء لأخرب بيتكم. يخرب بيتك، يخرب بيتك على الخبرية يا أستاذ نضال. شو عم تحكي أنت؟ شو؟ قولي يخرب بيتك. لك المشكلة إنه أنا مسؤولة عن الاحتفال، ما فيني غادر، ما فيني غادر. اسمع لقلك، عينك عليه، أصحك يطلع من هنيك 10 دقايق بيخلص الاحتفال وبكروش كرج لعندك. يلا يلا روح. خير أنسة؟ إن شاء الله ما تبصر له شيء. منين بده يجي الخير يا أنسة سحب؟ منين بده يجي الخير؟ راح انهفل الولد، مدري وين راح، راح لا مقبرة السيارات وانتحش تحت شي سيارة. اسمعي لقلك، اطلبي ولا لقلك أنا راح أطلب الرافعة خليها تسبقنا لهني. دقيقة. أي أستاذ نضال؟ إيه اسمع لقلك، اسمع وينك؟ رجاي احكي مع أبوه، بركي أبوه بيقنعه يطلع من تحت شي سيارة هالقديش. هاتي احكي معه. إيه أستاذ نضال. يلا يلا. ما بتقوموا بأي حركة لحتى أجي؟ ولك شو رافعة ما رافعة؟ يا أنسة إذا وقعت عليه شي سيارة بروح فيها الولد. طيب طيب ما تقوموا بأي حركة لحتى أجي، أنا جاي جاي. ولا كسبير يا ولي، يا كسبير كسبير كسبير، لك يا ولي يا شكسبير. اطلع ولك، اطلع يا بعد عمري اطلع، واوعدك ما حد يصيبك بكلمه.
ولك اطلع. والله العظيم ثلاث، اذا ما طلعت غير افخش ببطنك. ولك اطلع. لك ما بدي اتاك الزلمة تاكلني. لك مين بده ياكلك؟ مين يا حبيبي؟ يا تقبوني، مين بده ياكلك؟ لك ما معنا وحش ولا بعبو، ولك انا المديرة تبعك، المديرة لا انسى الشاوي، عرفتني؟ لك يا شاطر، اذا بتطلع هلا بدي عينك عويف الصف والساحة، ووقفك انت الاساسي بتحية العلن. شو قلت؟ وهي هي الاستاذ نضار صاحب الوش البشوش الرؤوف اللي بيحبك، ما عرفته؟ لك كلياتنا بنحبك يا شكسبير. لك اطلع. ما في فايده، لازم نستخدم الرافعه. رافعه؟ وين ام يا شكسبير؟ وين يا شكسبير؟ وين وين؟ اطمن اطمن ابنك بخير، يعني حط ايديك واجريك بمي بارده، والمسؤول بحد ذاته نفسه جاي هلا ينحب على عمليه انقاذه من بابا لمحرابه. ليش وينه؟ وينه؟ شحه، اجى المسؤول. هلا سيدنا، هلا مرحبا يا شباب. هلا وسهلا. هلا طمنوني، الولد بخير؟ لا بخير، باذن الله بخير، ما بيصير عليه الا كل خير. بس بتعرف جنابك حضرتكم وقت شرفتوا على الحفل الكريم من هون، انتم شرفتوا من هون والولد الدهوه واختفى، ما عدنا عرفنا وينه، فاجينا على مقبره السيارات لنشوفه، وقالوا سياره مقبوه مدحوش. المهم انا يعني بصراحه انا رعيت الحفل، والاولاد كلياتهم اولادي اولادي، وقعدت كمان واغلى، والحقيقه اني احترت يعني بين واجبي المهم. المهم تكرفت كرفت انا والاستاذ نزال والانسه سحر. سانسه سحر وينها؟ اختفت الاخرى. المهم يا سياده المسؤول، انا احترت وقعت بين نارين، عقلي وقلبي، قلبي وعقلي. ولك هلا وقتك انت الثانيه، خلينا نعرف الولد وينه. يا استاذ الصبرها الصبر رجاك، ترى المديره يا استاذ الدحوش الدخول تقول كنه بس او فار يعني. ابدا بهالحاله ما فينا ننقذه الا عن طريق رافعه السياره. نرفع سياره سياره سيارة سيارة. هلا بدي استنى لتشيل السيارة للسيارة وسيارة سيارة لحتى الاقي ابني. بدي ابني شكسبير. بابا بابا شكسبير انا هون، لا تخاف بابا لا تخاف. اطلع، وين بتخبي؟ الماما عم تستناك بالبيت حبيبي، وينك؟ بابا بابا في واحد تاكلني بالمسرح، انا خايف اطلع. يا بابا ما حدا بياكلك يا بابا، ما تخاف انا هون. وينك شكسبير؟ توعدني إن ما عاد يجوا تبعات المسرح المدرسة على مدرستنا؟ بوعدك بوعدك بابا، وما عاد ياخذونا على هيك مسرحيات. لحظة بابا لحظة، استنى شوي، هلا هلا بجاوبك. بابا بابا إلو إيه؟ إلو إيه؟ يعني موافقين؟ على شو بدنا نوافق؟ على مطالب الولد. اسمعوا على هالسمعة، اسمعوا على هالسمعة بقى، كركبتنا ها كركبتنا يا أخي. بدك يعني نلغي المسرح المدرسي مشان ولد غير طبيعي يا أخي؟ انت إلو إيه؟ إلو إيه؟ وبس يطلع بيبقى لكل حادث حديث، بيرتب رب العالمين. لك شو بتقصدي الولد غير طبيعي؟ أنا ما بكذب عليه وما بسمع لكم تكذبوا عليه. خذ هالنمرة وسكت. لك يا أخي انت إلو إيه؟ المهم يطلع الولد هلا، معقول تتناقشوا بموضوع المسرح بهيك وضع؟ ما بيصير يا سيدنا ما بيصير، إذا بدكم توعدوه بدكم توفوا بوعدكم، الشغلة شغلة مبدأ بالحياة، مزبوط؟ لك ما بنقدر ما بنقدر يا أخي، ما بنقدر ما بنقدر. معقولة حضرتك هلا عم تطالب إنه نوقف كل النشاطات بكل المدارس بكل أنحاء القطر مشان ابنك؟ أنت بتعرف يا أخي الكريم قديش أطفالنا عم تتطور مداركهم وعم تتطور مواهبهم والتزامهم بالقانون من ورا هيك نشاطات؟ اي خل عنك. وينك اخوي؟ اقول وفهمك، هذا ابوي المسرح المدرسي اللي ودك تلغيه، هذا في ناس ماتت وعاشت لمين تأسس، على كتافهم ماتوا لمين أسسوا ظاهرة ثقافية تربوية تربوية ومعنوية للشعب. هدروا دمهم، هدروا دمهم. ولك حاجة تبيضوا علينا انت وياها من الصبح، طالما الولد الرعب من هيك نشاط معناته النشاط فيه شي بيرعب.
لا تغلط يا مواطن، وخليك بأرضك، خليك مواطن صالح. خليك صالح. لا يا ستي بدي اغلط، وحاجة تمضي علينا، فكرتيني بشتغل عندك. الظاهر انك انت مواطن بدك اعادة تأهيل، مثل حكاية ابنك الفصعون. ابنك انت واحد مدسوس لا تحرض على الثقافة والتربية الصحيحة في هذا البلد. خلص يا جماعة، مو وقت الحكي هلا. يا شكسبير يا حبيبي، يا تقبرني يا شكسبير، اطلع، نحن موافقين على كل طلباتك. اطلع يا ول، اطلع موافقين. دك شوية وقفي، اطلع يا حبيبي. قلو اطلع يا حبيبي، اطلع يا بعد عمري، موافقين موافقين. شكسبير بابا بابا. لا لا يا بابا، لا يا شكسبير، روحك تطلع روحك، انت خليك صاحب مبدأ، عم يكذبوا عليك هذولا. لا تطلع بابا، شكسبير روحك تطلعها. بابا بابا. لا صارت القصة مسخرة، لازم اتصرف، حياة الولد بخطر. الله يقدم. يا مساعد شاهين بدك ترفع صوتك شوي. مساعد شاهين. مساعد شاهين. حاضر سيدي. خذوا لي ابو الولد من هون وشغل لي الرافعه، خليها ترفع السيارات. يلا بسرعه. حاضر سيدي. يلا شباب. والله لا يخرب بيتكم اذا بصير شيء الولد. ها والله لا يخرب بيتكم بابا. لا يخرب بيتك من حالك، العب على البشر شو ما بتستحي. سياده المسؤوله عاوزتك بكلمه بس. يعني انا مستغربه، فعلا مستغربه، فوق ما صرح انه هو عدو رسمي وحقيقي للثقافه، فوق منه بده يلغي المسرح. لك حدا بيلغي الحريه؟ عجبك؟ قال بده يلغي المسرح. قال تفضلي مدام. انسى شوي. احسن ستروتي. هذا تفضل. هذا الحكي كله المسخ اللي صار والطبطبة مشان شكفة عجي صغير. لا عن طلاب وهالجيل ابو هالزمن وش كسبير، كيف لو سماه جيفارة؟ وينك يا بابا؟ ولك اتركه هنا يا بابا. شكسبير اوعك ترد علي يا بابا، لا تطلع. بابا شكسبير لا ترد علي يا بابا، كذابين هذولا. اوعك ترد علي انا، اوعك يا بابا. ولك بعده هيك فلتوني عم الكار. بابا شكسبير بابا حبيبي بابا. يا بابا ان شاء الله دعا. ولك بعده شكسبير بابا. The way that you want, the way you belong.
ناس خلوني بحالي وحدي ومرتاح بالي في هيك وفي هيك.